السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصر. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن مشكلة صحية شائعة وبشكي منها عدد كبير من الناس، اللي هي مشكلة خلع الكتف وكيفية علاجه. طبعا مفصل الكتف عبارة عن التقاء عظمة رأس العضد أو الذراع بالحق أو التجويف أو الكبسولة الموجودة بعظمة لوح الكتف. ومفصل الكتف بتميز بأنه يعني من أكثر مفاصل الجسم مرونة واتساع بالحركة، والسبب انه عظمة رأس العضد ما بتكون يعني داخلة بعمق بالحق او التجويف الموجود بعظم لوح الكتف، فقط بتكون ملتصقة بشكل سطحي مع عظمة لوح الكتف. وهذا الاشي فيه له ميزات، انه بيجعل عظمة الذراع مرنة، ايضا اتساع مجال الحركة لها بكون كبير، لكن من سيئاته انه بيجعل عظمة الذراع سهلة الخلع من المفصل لوح الكتف. وتقريبا 50% من خلع المفاصل اللي بحصل عند الانسان وحصول مفصل الكتف. وفي عدة أسباب ممكن تؤدي لخلع مفصل الكتف، أشهرها الحوادث والإصابات والسقوط على الأرض، أيضا الصعقات الكهربائية، وكثير شفنا حالات خلع بالكتف نتيجة للصعقات الكهربائية، خصوصا الأشخاص اللي بظلها يعني الكهرباء ماسكتهم فترة طويلة شوي. وخلع الكتف فيه له درجات، ممكن يكون الخلع جزئي وممكن يكون الخلع كامل، أيضا اتجاه الخلع يعني مختلف حسب طبيعة الإصابة، ممكن يكون الخلع للأمام باتجاه الصدر، يعني عظمة الذراع تروح باتجاه الصدر، وهذا هو الشائع. تقريبا 95% من الخلع بحصل للأمام باتجاه الصدر، عظمة الذراع بتروح باتجاه الصدر. أيضا الخلع ممكن يكون للخلف، عظمة الذراع تروح باتجاه الخلف باتجاه الظهر. وغالبية الخلع بسبب صعقات الكهرباء، عظمة الذراع بتروح للخلف باتجاه الظهر. أيضا الخلع ممكن يحصل للأعلى أو للأسفل طبعا حسب طبيعة الإصابة. والمريض اللي بتعرض لخلع بالكتف راح يعاني من عدة أعراض، أشهرها ألم شديد وخصوصا عند تحريك الذراع. أيضا المريض راح يعاني من صعوبة بتحريك الذراع وخصوصا إذا حركها بعيد عن الجسم. أيضا المريض ممكن يحصل عنده تورم وانتفاخ نتيجة لنزيف الأوعية الدموية الموجودة بالكتف. أيضا المريض ممكن يحصل عنده تنميل وعدم الإحساس بمنطقة الكتف نتيجة لإصابة الأعصاب الموجودة بالكتف. أيضا في حالات الخلع الشديدة اللي بحصل فيها خلع كامل لمفصل الكتف، المريض يعني بشعر إنه في تشوه منطقة الكتف. طبعا هسه راح ننتقل للحديث عن الإجراءات المتبعة لعلاج خلع الكتف. بالبداية إذا تعرضتوا لخلع بالكتف ما تحاولوا إرجاعه من تلقاء أنفسكم، لأنه إرجاع الكتف بطريقة خاطئة ممكن يعمل ضرر بالأوعية الدموية والأعصاب الموجودة بالكتف، أيضا ممكن يعمل على زيادة تمزق الأنسجة والأربطة والأوتار الموجودة بالكتف. فالإشي الوحيد يعني اللي بتقدروا تعملوه اللي هو وضع كمادات باردة على منطقة الكتف للتقليل يعني من النزيف، وبالتالي يعني تقليل من الورم والانتفاخ اللي ممكن يحصل بعد الإصابة، والتوجه مباشرة لقسم الطوارئ بالمستشفى. طبعا بالبداية الطبيب يعني قبل ما يقوم بإرجاع مفصل الكتف الطبيب راح يطلب صورة أشعة. طبعا صورة الأشعة الإكس راي بتساعد الطبيب تحديد طبيعة الخلع، هل هو للأمام أو للخلف أو هو خلع جزئي أو خلع كلي. أيضا بتساعد الطبيب على معرفة إذا في إصابات أخرى زي في يعني كسور منطقة الكتف. وصورة الأشعة بتساعد الطبيب على إرجاع مفصل الكتف لوضعه الطبيعي. وعادة الطبيب بيستخدم إحدى طريقتين لإرجاع الكتف لوضعه الطبيعي. بالبداية الطبيب بيعطي المريض مسكن لإرخاء العضلات، بعدها بيجعل المريض يحمل وزن وذراعه ممدود للأسفل زي ما هو واضح هون بالصورة، أو إنه بيرفع إيده للأعلى وبقوم بتعديل مفصل الكتف. لكن في بعض الأشخاص زي الأشخاص اللي عندهم يعني بنية عضلية كبيرة منطقة الكتف، أو يعني الأطفال بسبب يعني الصراخ الشديد، ممكن الطبيب يرجع الكتف من خلال التخدير الكامل. طبعا بالعمليات يعني تخدير كامل فقط يعني مدة 5 دقائق، الطبيب بيقوم يعني بتخدير المريض، وهذا الاشي بيعطي الطبيب أريحية بيرجع مفصل الكتف. وبالعمليات بيكون يعني في جهاز تصوير متحرك، الطبيب يعني بيتأكد انه مفصل الكتف رجع لوضعه الطبيعي. بعد الطبيب ما يقوم بيرجع مفصل الكتف لوضعه الطبيعي، بطلب المريض انه يلبس رباط داعم لمفصل الكتف زي الواضح هون بالصورة، والمريض بيلبسه من مدة 2 لـ3 أسابيع. بعديها المريض يعني بيعمل تمارين رياضية وعلاج طبيعي، ولا يفضل انه المريض يلبس الرباط الداعم لمفصل الكتف اكثر من 2 أو 3 أسابيع،
لأنه إذا ظلوا لابسه مدة طويلة ممكن يؤدي إلى تيبس مفصل الكتف. فالعلاج الطبيعي والتمارين الرياضية تمنع حصول تيبس مفصل الكتف. أيضا تعمل على تقوية العضلات والأربطة الموجودة بمفصل الكتف لمنع يعني تكرار الخلع. وحتى يحصل شفاء تام لمفصل الكتف المريض بحاجة من 3 أشهر ل4 أشهر حسب طبيعة الإصابة والأنسجة المتضررة بمفصل الكتف. لكن إرجاع مفصل الكتف بالطريقة اللي ذكرناها بالطريقة اليدوية لا تعتبر حل جيد لمحل مشكلة خلع الكتف، لأن الدراسات أثبتت أن الغالبية العظمى اللي بتعرضوا لخلع الكتف وبتم إرجاعه بطريقة يدوية بحصل عندهم تكرار لخلع مفصل الكتف، وخصوصا الأشخاص الرياضيين أو الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 30 سنة. فإرجاع مفصل الكتف بالطريقة اليدوية لا تعتبر الحل المناسب لخلع مفصل الكتف، لكن الأطباء بيعتبروها الحل المبدئي لحل مشكلة خلع الكتف، وفي احتمالية بسيطة إنها تنجح وما يعاود تكرار لخلع مفصل الكتف. وبالنسبة للأشخاص اللي بتكرر عندهم خلع الكتف يفضل يعني التفكير بالعمل الجراحي، لأنه كثرة تكرار خلع الكتف ممكن يعمل مضاعفات للمريض، ممكن يأثر على الأوعية الدموية والأعصاب، أيضا ممكن يزيد من تمزق الأنسجة والأربطة اللي بتدعم مفصل الكتف، أيضا ممكن يعمل تشوهات بمفصل الكتف. فالأشخاص اللي بتكرر عندهم خلع الكتف بنتقلوا للحل الثاني اللي هو الحل الجراحي، ويعتبر يعني الحل الجراحي هو الحل الأفضل لحل مشكلة خلع الكتف. فبالنسبة للجراحة الطبيب يعني مبدئيا بطلب المريض يعمل صورة رنين مغناطيسي. صورة رنين مغناطيسي بتبين الأنسجة اللي فيها تمزق، أيضا بتعطي صورة أوضح لمفصل الكتف وطبيعة الخلع. وغالبية العمليات الجراحية لمفصل الكتف بالوقت الحالي بتتم من خلال المنظار، لكن في بعض العمليات ممكن تتم من خلال عملية عادية. من خلال المنظار الطبيب بيقوم يعني بإصلاح الأنسجة المتعرضة للتمزق من خلال خيوط، أيضا بيقوم بتثبيت مفصل الكتف باستخدام خيوط. أيضا أثناء العملية بيتم غرس خيوط بعظمة رأس العضد، وبالجهة الثانية بيتم غرس خيوط بالمفصل، وبيتم يعني شد الخيوط، وهذا الشيء بيؤدي إلى زيادة تماسك عظمة رأس العضد مع المفصل. أيضا الطبيب أثناء العملية بيعمل على خياطة جوانب الحق أو التجويف البركب عليه المفصل، وطبعا خياطته من الجانب بيؤدي إلى تضيقه وبيؤدي إلى ثبات عظمة رأس العضد داخل التجويف، لأنه نتيجة للخلع هذا الإشي بيؤدي إلى توسع الحق أو الكبسولة اللي بركب عليها عظمة رأس العضد. فالطبيب بيعمل على خياطة التجويف أو الحق من الجانب، وهذا الإشي بيؤدي إلى تضيقه وثبات عظمة رأس العضد. لكن من مساوئ هذا الإشي إنه المريض يعني بعد العملية راح يلاحظ إنه محدودية الحركة قلت ومجال الحركة قل عن الطبيعي نتيجة لتضيق الحق أو التجويف اللي بركب عليه عظمة رأس العضد. وهي طبعا صور هون بتبين الخياطة اللي بتنعمل للحق أو التجويف اللي بركب عليه عظمة رأس العضد، بتم خياطتها زي ما هو واضح هون من الجناب، وهذا الإشي بيؤدي لتضيقها وثبات عظمة رأس العضد داخلها. لكن من مساوئها انه المريض بلاحظ انه مجال الحركة قل عن الطبيعي. والعملية بتتم من خلال تخدير كامل، ونفس الاشي يعني المريض بيلبس رباط داعم للكتف مدة 3 أسابيع ل4 أسابيع. بعديها بقوم بعمل تمارين وعلاج طبيعي لتقوية الأربطة والعضلات الموجودة بمفصل الكتف ومنع حصول تيبس بمفصل الكتف. وفي تمرين رياضية خاصة لتقوية مفصل الكتف، ويفضل المريض يضع كمادات ثلجية على منطقة الكتف مدة 10 دقائق قبل ما يبدأ بالتمارين. أيضا المريض ما يحمل أشياء ثقيلة بالمفصل المتضرر، أيضا ما يقوم بممارسة الرياضات العنيفة، والمريض بحاجة من مدة 3 أشهر ل4 أشهر حتى يرجع لوضعه الطبيعي. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بخلع الكتف وكيفية علاجه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا معنا بالقناة، برضو يعني لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكوا كل جديد. كثير مهم يعني تضغطوا على الجرس عشان يصلكوا كل جديد. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.